خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد السبعي. الحلقه ديال اليوم غادي نتكلموا فيها على بزاف ديال المواضيع. من اهم هاد المواضيع اللي كاين عندنا اليوم هو ان البوليساريو، افراد من الخونه ديال البوليساريو المندسين وسط المواطنين المغاربه في مدن الصحراء المغربيه، كيهجموا على الافراح بفوز المنتخب المغربي بالحجر بالحجارة. بغاو يستغلوا هاد الفرحة وينكدوا هاد الفرحة ديال المغاربة بافتعال المشاكل. غادي نشوفوا فيديو من عين المكان لأحد المواطنين يوثق بالدليل محاولات أفراد البوليساريو المندسين وسط الجماهير المغربية في الصحراء المغربية لمحاولة يعني أنهم يستغلوا الموقف لزعزعة الاستقرار وبت الشغب بعد ما فشلوا في قطر وكذلك في بلجيكا. غادي نشوفوا في هذه الحلقة كذلك المؤامرة الدنيئة وتقرير استخباراتي مهم يقول بأن الجزائر مشات عند جنوب إفريقيا وقالت لها أجي نتحدوا من أجل محاصرة المغرب اقتصاديا، باش كنقول لكم بأن نظام العجزة والكابرانات المترهل نعينه غير في المغرب والإساءة للمغرب وهدم الصرح الاقتصادي والاجتماعي وزعزعة الاستقرار في المغرب، ولكن سيدي ربي كبير ومنية دائما كيربح. خدنا حلقة مهمة بزاف، تفرجوا فيها من الأول حتى الأخر، فيها أشياء مهمة. مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحية مجددة، واحد الصفحة كانت من المصادر ديالنا شخصيا في أننا نقل لكم بعض الأخبار ديال المسيرات والاحتجاجات في الجزائر، والحلقة ديال البارح اللي شفتو أو ديال والبارح اللي كانت حول مجموعة من أعمال الشغب داخل الجزائر، احتجاجات ديال مواطنين جزائريين مطالبين بحقوقهم وكذلك بالعدالة الاجتماعية، كانوا كيقولوا بأن المغرب فيه المسيرات، وحنا ورينا لكم بالدليل بأن المسيرات وحرق السيارات والشغب فين كاين. هاد الصفحة اللي كنا كناخذوا منها بعض الأخبار تصلنا اليوم بأن مسير الصفحة تم توقيفه من طرف الشرطة أثناء تغطية عملية الأحداث في حي الخربة صباح ذاك اليوم. إذن اليوم حتى المواطنين الذين هم يعتبرون اليوم صحافة المواطن، صحافة المواطنة، راه دابا انت اللي كتفرج فيها صحافي مواطن، مادام عندك بورطابل ديالك كتمشى في الطريق كتوثق حدث معين كتنشر خبر معين كتعتبر صحافي مواطن. الصحافة المواطنة اللي كتعبر عليها أخبار مهيلة شد المسير ديالها، لم ما قال حتى شي كلمة تمس بالمقدسات مثلا ديال الدولة الجزائرية، ما أساء لرموز النظام، ما أساء حتى لشي حاجة، هز فقط الكاميرا ديالو او الهاتف ديالو ووثق الاحداث. اذا فين هي الدوله اللي كتسمى السي بونيف والساده ديال دوك صناع المحتوى الجزائريين؟ فين هي الدوله اللي فيها القمع والقهر والظلم والاستبداد ومصادره يعني الحقوق ومصادره الكلام؟ اين بلاد مواطن عادي دارز التليفون ديالو شديتوه؟ كذلك اليوم الجزائر واحد التقرير استخباراتي يقول كما نقلت لنا مجموعة من وسائل الإعلام أن نظام الجنرالات الجزائري يوجه مراسلة إلى جنوب إفريقيا يحرضها على محاربة المملكة المغربية اقتصاديا باعتبارها العدو المشترك بين البلدين. ما شاء الله، دولة خلات تنمية في البلاد ديالها، خلات أنها تنمي البلاد ديالها مع أنها تملك المليارات ديال البراميل ديال النفط وثروة هائلة، وخير دليل قطر. قطر دولة صغيرة مجهرية، شوفوا ما شاء الله فين وصلت، ودولة بحجم قارة عندها من المؤهلات ما لا يوجد عند دولة، اللهم زد وبارك في ذلك. ولكن هذه الخيرات يستفيد منها كذلك الجنرالات أو ينفقون على البوليساريو ورشوة بعض الدول. من ضمن هذه الدول اللي بدأوا كيرشيو، تقول لنا مصادر إعلامية جديدة كذلك بأن الجنرالات بغاو يديروا واحد الملتقى دولي كبير داعم للبوليساريو في الجزائر، فيه الدول اللي كتعترف بالبوليساريو، بيديروا واحد المؤتمر دولي باش يراسلوا الأمم المتحدة ويقولوا لها راه كاين واحد المنتظم دولي جديد أو كاين
يدعم البوليساريو. شافوا بأنهم محاصرين سنوات هذه داخل الأمم المتحدة، داخل الجمعية العامة، داخل مجلس الأمن، القرارات ديال الأمم المتحدة كلها تصب في صالح المغرب. اليوم هذه الحويجات كلها بغاو يبينوا بأنه راه ما كاينش غير الصوت ديال الأمم المتحدة، بحال بغاو هاد الناس بغاو يديروا واحد الأمم المتحدة جديدة فيها دول جداد من أجل عيون البوليساريو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دولة خلات بزاف ديال المشاكل عندها، خلات الأزمات، وشفنا الاحتجاجات اللي كاينه فيها، وجاي كتنفق في المليارات ديال الدولارات من أجل عيون البوليساريو وضدا في المغرب. المغرب ولله الحمد غادي في التنمية ديالو، الاقتصاد ديالو كنبنيوه دقة دقة، والدولة اللي حدانا من هوك بركة كتحفر لنا. أشنو داك تتحاصر أو تبغي تحاصر المغرب اقتصاديا؟ الناس اللي كيقولنا لا خاوة خاوة وخاطينا من الفتنة وكذا وكذا، هاد الناس يا اما اغلبهم ساكن ما عارفينش. انا كنعذر هاد الناس اللي كيكتبونا في التعليق نتوما الفتنه، ما الفتنه، لا خليو الفتنه، ما الفتنه. حنا راه ما عندناش مشكل مع الشعب الجزائري، عندنا مشكل مع واحد الفئه منهم اللي مبردعه كتسيق الاعلام ديالهم وتخدروا بالروايه الرسميه، ولكن المشكل الاكبر مع هاد الجنرالات. هاد الجنرالات اللي مشاو عند جنوب افريقيا باش يحاصروا اقتصاديا، عرفتي ما معنى المحاصره الاقتصاديه؟ المحاصره الاقتصاديه هي انه بغاو يديروا ازمات اجتماعيه في المغرب، هي انه يا المغربي الا كنتي كتشكى انت اليوم من الغلاء ديال السكر والزيت واتاي، يعني ملي غادي تحاصر اقتصاديا غادي الدوبل او التريبل هذاك الثمن ديال السكر والزيت واتاي. عرفتي علاش اليوم السكر والزيت واتاي والغلاء غالي بزاف؟ بلا ما نهضروا على الازمه العالميه، كاينه ازمه ديال الجيران اللي من هوك. يعني لو كان المغرب والجزائر متحدين، لو ان المغرب كيعطي الخيرات ديالو او يتقاسم مع الجزائر، والجزائر تقاسم الخيرات ديالها، ماشي يعطوها للمغرب صدقه، لا، غير تكون تعاملات تجاريه بيناتهم. فمثلا كاينه بزاف ديال السلع والمنتجات كيبيعها مثلا المغرب لفرنسا، وفرنسا تعاود تبدلها لومبالاج وتبيعها للجزائر. اذا شكون اللي رابح؟ فرنسا. وبزاف ديال المنتجات من البتروليه والنفطيه دول غربيه كتشريها من عند الجزائر وتعاودها تبيعها للمغرب. لو كانت تعاملات تجاريه مشتركه بين هذه الدولتين وكانت تسهيل ديال المرور ديال السلع وديال الاشخاص، غادي يكون المغرب في شكل وغتكون الجزائر في شكل. ولكن لان الكابرانات خدام ديال فرنسا الا كان هاد الامور كان المغرب والجزائر سمنا على عسل، فرنسا ما غتستافد والو. لا، خاص دائما يبقى الكونفلي ما بين المغرب وما بين الجزائر باش فرنسا اسيديناك تستافد. وهادشي اللي عقل ليه المغرب والملك ملي كيقول الجزائر اجي نفتحوا صفحه جديده، ماشي حبا في عيون الجزائريين او في نظام الكابرانات، لا، لانه يعلم بان صفحه بيضاء جميله جوره حسنه بين الدولتين ستاتي اكلها وسيستفيد منها الشعبين هما الاولين، اما الرؤساء والملوك. الملك ديالنا راه عايش في القصر ديالو بخير، وكذلك الرؤساء ديالكم والجنرالات عايشين في القصر ديالهم بخير، سواء كانت العلاقات مزيانه ولا ما كانتش ما مزيانه. ولكن باش تكون مزيانه خاص انه الا كانت مزيانه غادي يستافدوا، اول من غادي يستافدوا هما الشعوب. وهذا الشيء اللي كيقول الملك ديالنا، لانه يبحث عن مصلحه الشعوب عكس رؤسائكم وزعمائكم انتم اللي كيقلبوا على المشاكل وعلى الفتنه دائما تكون بين البلدين خدمه لماماك فرنسا. البوليساريو اليوم، البوليساريو سيديناك اللي هي واحد الفيروس حطته لنا فرنسا والجزائر هنا في المغرب بدعم من الكبرانات والجنرالات، بغاو يحرموا حتى الفرحه عباد الله للمغاربه. المغاربه تقرير المصير راه كيدار كل 5 سنين ولا 6 سنين، الانتخابات التشريعيه والبرلمانيه راه كدار في الصحراء المغربيه، وكيشاركوا الصحراويون المغاربه في الانتخابات ويصوتون على اشخاص يمثلونهم في الجماعات والمجالس المنتخبه سواء المحليه او الاقليميه او الجهويه، وكاينه تمثيليه ديالهم كذلك في 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 الوزارات، والنسبه تكون نسبه الاسد او النسبه الكبيره في المشاركه في المغرب كامل تكون في الصحراء المغربيه. اذا هؤلاء المغاربه عبروا عن تقرير مصيرهم، عن التمغربيات ديالهم والتمغربيه اللي بانت اثناء انتصار المغرب على كندا وتاهل للدور الثاني في كاس العالم. خرجوا بالالاف في شوارع الداخله والعيون والسمارة، ولكن المندسين والخونه ما كيعجبهمش الحال
وهذا الشيء اللي خلاهم انهم يمشيوا للمجموعات ديال المغاربه اللي فرحانين ويضربوهم بالحجر. ها واحد الفيديو موثق من عيني المكان، شوفوا معنا. كتشوفوا الناس هاربين، ناس صحراء ديال الصحراء كيحاربوا المواطنين. هانتوما كتشوفوهم الناس هاربين. مالكم اخويا مالكم مالكم؟ كيضربوا بالحجر. صحراوه صحراوه كيضربوا بالحجر كما كتشوفوا هانتوما خوتي، كيضربوا بالحجر. هادو ما بغوش الناس يفرحوا. لا اله الا الله محمد رسول الله. فشلتوا انكم ديروا الفتنه في قطر، فشلتم انكم ديروا الفتنه في بلجيكا، وفشلتوا كذلك ديروا الفتنه في المغرب هنا في الصحراء المغربيه. ولكن في الجزائر اليوم كاينين الاحتجاجات في ولايه ميلا، كاينين حرق السيارات، كاين اعمال شغب. سيدي ربي النيه كبيره، النيه غير كبيره. وكنقول لكم دائما بان المغرب زاويه. خدنا نهاية ديال هذه الحلقة، ما تنساوش الدعم ديالها دائما بابوني اشتراك في الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.